الاسانسير العطلان ده انا مش عارفة نعمل ايه. انا حاسة ان عندي انفلونزا او عندي اعراض برد، مش عارفة، وممكن يكون اصلا جالي كورونا. عايزين اي حد يصلح العطل بتاع الاسانسير. الموضوع كده زاد عن حده قوي، وانا بخاف تمام من الاماكن العاليه وبتخنق كمان. كل ده في مشكله كبيره، انا مش عارف اتصرف. انا خايفه قوي. اتصل باي حد يشوف لنا حد يصلح الاسانسير ده. ما تخافيش يا استاذه، اي حاجه تحصل انا معاكي موجود. انت قلقانة من ايه؟ حاسة بايه طيب؟ انت بتقولي عندك انفلونزا ولا عندك ايه بالظبط؟ المهم ما يكونش اصلا عندك كوفيد 19. اوعي يكون عندك كورونا تودينا في داهية. احنا محبوسين مع بعض والاسانسير عطلان، هتبقى دي مشكلة كبيرة. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ معاكي موبايل؟ نتصل بأي حد نشوف أي حد يصلح الأسانسير ده. أنا بس عندي أعراض، أنا مش عارفة هي إيه. أنا بدأت أحس بأعراض كورونا، والأزمة اللي إحنا فيها دي يا رب تعدي على خير. أنا حاسة بمشكلة كبيرة. أنا بدأت أتعب ومش قادرة أتحرك، جسمي كله مش مظبوط. بدأت أحس إن في مشكلة، محتاجة أروح لدكتور بسرعة. لازم نشوف حل ونفتح الأسانسير ده بأي شكل. وليدي طيب، أنت حاسة بإيه؟ علشان مبقاش أنا قلقان على نفسي. أنا كمان أنا هخرج من الأسانسير ده، لو خرجنا هخرج أبقى عندي كورونا، دي تبقى مصيبة سودة. عرفيني بس يا ستي أنت عندك إيه، أو أنت حاسة بإيه؟ ربنا يستر. انا حاولت اصلح الاسانسير مش عارف، حاولت حتى ادوس كل الزراير مش عارف، مفيش ولا زرار راضي يشتغل، وانا معيش كمان رصيد في الموبايل. مش عارف هنعمل ايه. شوفي لنا اي تليفون معاك ولا اي حاجه نتصرف بيه، نتصل على اي حد. اتصل لنا على اي حد، انا بدات احس ان انا كمان جالي كورونا. كل شوية بيزيد عندي تأثير الكورونا، بدأت أحس بالبرد زاد أكتر وأكتر. عندي مشكلة، مش عارفة أتصرف أعمل إيه. حاسة إن حرارتي كمان زيادة، وبدأت أعطس كتير. حاولي تكوني قوية شوية عشان نعدي الموقف ده. إحنا كده في مشكلة، لازم نعدي من الموقف ده بأي شكل. استحملي شوية عشان نعدي بالراحة كده وبالهداوة. ان شاء الله هنلاقي اي حل. انا معاك، انا قوية على قد ما اقدر. ربنا يستر ان شاء الله نعدي الامور دي بخير وتبقى الامور كويسة. بس انا حاسة ان انا مش مظبوطة، كل جسمي تعبني وانا مش قادرة. عايزين نشوف اي حل، نحاول تفك اي حاجة، تصلح اي حاجة، تعمل اي حاجة. عايزين نطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي على خير. انا هحاول اقف جنب الباب كده وانادي على اي حد بأعلى صوت، يمكن اي حد يسمعنا. طالما مش عارفين نشغل اسانسير يمكن البواب يسمعنا، او اي حد معدي حتى يساعدنا بأي حاجة. احلى فكرة انت بتقولها كده، ممكن اي حد يسمعنا وتبقى حاجة كويسة. نخرج من هنا بأي شكل. علي صوتك ونادي بصوت عالي، يمكن أي حد معدي يسمعنا. حاضر.
حرام عليكي، ارحمينا بقى من العصر اللي انت فيه. حرام كده كده، حرام، هتتعبيني اكتر من كده. انت حسستيني ان انا جالي كورونا. يا اخي ارحمني بقى، هو انا كنت بايدي اصلا؟ ما انا تعبانة، اعمل ايه؟ ارحمني شوية، حرام عليك، الرحمة حلوة. اتصرف انا ازاي دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في الموقف اللي انا محطوط فيه ده؟ مش عارف اتصرف. انا سامع في حد طالع على السلم، استنى كده نشوف، يمكن يسمعنا، ننادي عليه، نادي معايا كده يمكن يسمع اللي على السلم ده. استنى كده لحظة، استنى النادي على اللي طالع، استنى لحظة بس. حرام عليك، هتودينا في داهية كده كتير، الكورونا كده شكلها بقت خلاص مؤكدة. حرام عليكي، حرام عليك انت، وانا بايدي ايه ان انا اعمله؟ انا تعبانة يا جدعان، مفيش بايدي حاجة اعملها، نادى على الناس. والله شكلنا هنموت هنا، هتبقى حكاية سود النهاردة، مش هنطلع من هنا شكلنا النهاردة. انت ليه بتقول كده؟ هو انا كان بايدي حاجة اعملها؟ انا بايدي ايه اعمله؟ انا كل اللي عندي ان انا تعبانة شوية، مش بايدي حاجة يعني غصب عني. انا اسف، انا غصب عني انا كمان، بس انا هعمل ايه؟ انا خايف على نفسي، عليا مسؤوليات، ورايا ناس، اعمل ايه لو جالي الكورونا دي؟ اروح فين ولا اجي منين؟ لحظة كده، هتصل بأي حد يجيلنا يعمل أي حاجة، يفك أي حاجة، يوصلنا لأي حاجة. أنا تعبت أنا كمان خالص، مش قادرة، عايزة نطلع من هنا بأي شكل. لحظة، هتصل بأي حد. شكرا جدا لحضرتك، أكيد خلاص هنخرج، الحمد لله، الحمد لله، الناس هتيجي تنقذنا أخيرا يا جماعة، أخيرا سمعتونا، الحمد لله، كنا بين السماء والأرض، كنا عاملين زي مسلسل أو فيلم بين السماء والأرض، أخيرا هنطلع من الأسانسير ده، الحمد لله وشكرا لحضرتك. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.